السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كنلاحظوا على ان الناس اللي كيديروا التصفية ديالي الناس اللي عندهم التصفية دائما طبيب كيراقب الحديد، ان نعم وخاصو ياخذ واحد يعني اشياء اللي تخلي الحديد ما ينقش في الجسم، لان تناول ريجيم دائما اكيد خاص كيراقب الصوديوم بوتاسيوم الاملاح طبعا اللي على الكتبيه للحاله ديال الكليه والحاله ديال القلب، لان البوتاسيوم طلع كثير ممكن الشخص يعمل سكته قلبيه، ماشي يعني هذه التحاليل هذا هو الدور ديال الطبيب كيبقى يراقب هذا التحاليل، ولكن كيراقب كذلك الفيريتون كيراقب ذلك الحديد هذا، ويعني ربما يعطيوه حديد ولا يزيدوه الدم. كنلاحظوا على ان كاين هاد الناس اللي كيصفيو اغلبهم اللي كتكون عنده مشكل ديال الانيميا ولا مشكل ديال الكميه ناقصه ديال الدم كيزيدوهم الدم، علاش؟ لان خص يكون عنده 4 لتر ونص باش ديك الاله اللي كتصفي كيخرج ما يمكنش الدم كله يخرج من الجسم وما يبقى والو، لان طبعا غادي الشخص يموت. فالحالات مثلا اللي عندهم مرض كرون كيكون عندهم امتصاص ناقص في جميع الاملاح، اسهالات على مستوى القول، اللي عندهم القرحه ديال المعده اللي كيزول لهم طبيب بعض المواد اللي غنيه بالحديد كيوقع لهم نقص، وممكن ما يوقعش النقص، حتى الناس اللي كيصفيهم ممكن ما يوقعش لهم نقص الا عرفوا النظام ديالهم مزيان. على الاقل هاد الناس اللي عندهم امراض على الاقل ما ياكلوش برا، يطبخوا في ديورهم، يكون طبخ في الطين ولا في النحاس ولا في لينوكس بزيت الزيتون، خضر جيده، اشياء جيده، لا اظن بعدا يزيدوا يعاونوا شويه، يعني هو عنده مرض وتحت العلاج ويزيد يكملها باشياء اخرى، يعني لا تنفع الجسم، خاصه اشياء تنفع الجسم، خاص المناعه الجسم تكون طالعه، وخاص الاملاح والفيتامينات ما يكونش فيهم نقص. حتى الناس اللي عندهم كيميوثيرابي، الناس اللي كيديروا اجراء علاج ديال السرطان، ما خاصش يكون عندهم نقص بعض المكونات. كيلاحظوا ان الناس اللي كيديروا مثلا كيميوثيرابي السرطان ملي كيديروا الحصه الاولى والثانيه ان الدم ديالهم كينقص، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، لي بلاكيت، كلشي كينقص، هادو الصفائح. لماذا؟ لان على الاقل هذا الشخص اللي كيجري العلاج خاص الاكل ديالو ماشي يكون كثير، يكون سليم. كاين فرق ما بين تاكل كثير وما بين تاكل شويه، ولكن اكل نقي جيد. على الاقل هاد الناس يطبخوا بزيت الزيتون، يطبخوا في اواني جيده، وياخذوا خضر جيده، اذا كانت ما مرشوشات يكون احسن بالمبيدات، ياخذوا لحوم بلديه ديال السرح، ياخذوا سمك جيد، ياخذوا اشياء مزيانه يعاونوا. لان علاش؟ لان ما يمكنش هذا الشخص الطبيب يدير له 5 الحصات ولا 6 ديال الشيموثيرابي هو عنده الكريات الحمراء 2.5 ولا 2.6، لا يمكن، بالمستحيل. الطبيب كيطلب دائما التحليله ديال الدم بعد كل حصه ديال الشيموثيرابي، كيطلب تحليله ديال الدم باش يشوف المشكل ديال الانيميا وعدد الكريات الحمراء والبيضاء طبعا ديال الدم. الى وصل الشخص الدم ديالو نزل كثير طبعا ما يمكنش يزيد حصه لانه غادي يموت، لا لا انا غادي يموت وغادي يولي على مسؤوليه الطب هذيك الساعه، يعني هذاك الشيء تكون دائما تحليله باش يكون تحت المراقبه. فهاد الناس اقول دائما اللي عندهم اللي امراض، كاين امراض اللي كتنقص الحديد اللي ذكرات فدوى هذه بالنسبه للحوامل قلنا تكلمنا عليها، نعم قرحه المعده اذا كانوا الاكل ديالهم الاشياء اللي كتسبب من القرحه يتفاداوها والاكل ديالهم يكون جيد ما نظنش يكون مشكل، لا اظن يكون عندهم مشكل. ثم النساء الحوامل اللي انا قلت للعيالات النساء اللي في المدينه وعندهم واحد النقص حاد عندهمش حل اخر، يعني هنا غادي يولي حل عرضي، غادي يولي حل طبي، ما عندهمش مشكل. ولكن اذا كانوا النساء تياكلوا جيد، الطياب ديالهم مزيان وغني وما فيش مثبطات وما فيش حلويات وما فيش مقليات وما فيش مشروبات غازيه، انا لا اظن غادي يحتاجوا حديد، انا لا اظن، لان الناس الباديه الان، النساء في الباديه الان ما عندهمش مشكل، ليس هناك اي مشكل، لان ما زالت يطبخوا. هذا اكبر دليل، يعني هذا من الواقع، دليل من الواقع، اكبر دليل على ان حاله الطبخ وحاله التغذيه والحركه، يعني حاله الجسم هي اللي كتسبب عوامل شتى، ماشي غير نقص الحديد. الان الناس كيعزيو النقص الحديد، ليس هناك نقص حديد في الاغذيه، ليس هناك غير موجود. الاغذيه اللي خلق الله سبحانه وتعالى من اللي خلق الانسان راه مازال كاينه، ولكن التعامل مع الاغذيه، من اللي كدير المقلي ومن اللي كدير الحلويات ومن اللي هذه اشياء طبعا كتخلي هذاك الحديد كيكون بعض المرات كيلاتي. نعم. ملي كيلاتي معناش مشدود، ما يعني شوف اعطيك مثال بسيط، ملي نعم. كانوا الناس كيخمروا بالخميره البلديه، نعم كان الخميره البلديه فيها البكتيريا اللبنيه، البكتيريا اللبنيه كتحرر حمض الفيتيك، وحمض الفيتيك هو اللي كيشد الحديد، ما كانش انيمي. علاش؟ لان طبعا الخميره البلديه كانت تلعب دور ديال
تحرير الحديد. دابا ملي ما بقاتش الخميره البلديه ولا كنخمروا بالخميره هذه الخميره الصناعيه، الخميره الصناعيه ما فيهاش بكتيريا لبنيه، فيها غير خمائر، الخمائر الخاصيه ديالهم انهم ما تيحرروش الحمض الفيتيك. طبعا الحديد كيكون كيلاتي ماشي غير الحديد، الحديد والزنك والمغنيسيوم والمنغنيز، يعني هاد الاملاح هذه الجسم ما كياخذهاش. طبعا هذا غير مثال بسيط جدا باش نشوفوا الناس التعامل مع الاغذيه ديالهم. الا تعاملوا الناس مع الاغذيه ديالهم جيد راه لا يمكن ان يكون هناك يعني مشكل. ولكن طبعا ملي كنبداو ندخلوا هذه الاشياء الحديثه الجديده بحجه انها طبعا ولا عندنا طبخ الكتالوجات الان، وهذه مشكل كبير لان كثير من النساء الان الخطا ربما غادي يكون في الام ما علمتهمش، الله اعلم انا لا ادري، ولكن كنلاحظوا على ان الان اشياء ولات منقوله من بعض الكتالوجات هي داخله على المجتمع المغربي. علاش؟ لان اعلى طبخ واحسن طبخ في العالم هو الطبخ العربي، وعلى رأسه الطبخ المغربي. فأنا بسطت للناس باش يكونوا مرتاحين أن الحديد يوجد في الطبيعة في كل الأشياء في كل ما خلق الله. هناك نسب متفاوتة، الطريقة اللي كيعيش بها الإنسان هي الطريقة اللي يحصل بها على الحديد وعلى الفيتامينات وعلى كل شيء، وعلى البروتينات والكالوريات وكل شيء يحصل بها، هي الطريقة الطبيعية، طبخ طبيعي، زيت الزيتون في أواني جيدة، طين، نحاس، إينوكس، والخضر تكون مختارة جيدة طرية، ويكون لحوم جيدة كذلك بحال يعني أعلى نسبة اللي كاينة في اللحوم هي في الدجاج البلدي والحجل ديك الحبش. الدجاج البلدي فيه حديد، علاش؟ لدرجة أن اللحم ديالو كيما كيبقاش حمار كيولي داكين لأنه كيتحرك بكثرة. ثم كاين الحديد في السمك، كاين الحديد في القطني، ماشي غير العدس، كاع القطني فيه الحديد ماشي مشكل. غالبا كلشي تيقول لك في العدس. نعم. كاين الخضر ماشي لي زيبينار، هذو الناس كلهم كيمشيو للاسبانخ بالعكس، هو البطاطا الحلوه هي اول الخضر في الحديد، البطاطا الحلوه هي الاولى في الحديد، كلش الخضر فيها ولكن البطاطا الحلوه فيها نسبه عاليه. الباربه فيها حديد، يعني حتى البطاطا الحلوه الاوراق ديالها فيهم الحديد اكثر من البطاطا نفسها. يعني الناس اللي كيديروا واحد البوطاج مثلا، واحد الشربه ديال الاوراق ديال البطاطا الحلوه، ما كايناش دابا البطاطا الحلوه مازال حتى الخريف، ولكن جميع الخضر حتى هذه الخضر الطريه الان اللي كاينه دابا بحال الفول بحال القرعيات هذه القرعه البلديه هذه اللي كاينه دابا، البصل، الاشياء اللي كيتكال دابا هي جيده. الشعير غني بالحديد، العسل فيه حديد، الدجاج البلدي فيه حديد، سمك فيه حديد، القطاني فيها حديد، خضر فيها حديد، فواكه فيها حديد، يعني ما عندناش مشكل غير هذه السيده هذه لحبست الحلويات والمقليات اللي كيحبسوا الحديد، لأن مكونات في مضافات غذائية في حاجات اللي كتحبس الحديد، إلا حبست حلويات ومقليات وبدات كتاخذ طبخ منزل تاكل مزيان ما نظنش يكون عندها مشكل. لا أظن مع هذا الأكل ديال المنزل أشخاص لا يدخلون التكامل الغذائي اللي خلق الله سبحانه وتعالى، أن الله خلق النشويات وخلق القطاني وخلق الخضر وخلق الفواكه وخلق زيوت وخلق لحوم وخلق ألبان، هذه أشياء تكون دائما تكون متكاملة. هذه الحبوب اللي خلق الله لي الحلبة وحب رشاد وزريعة الكتان والزنجلان اللي لازم تكون في الأكل، لازم تكون لأن تزيد في الامتصاص، تزيد في الامتصاص، علاش؟ لأن الروندمون يعني هذيك المردودية ديال الامتصاص على مستوى القولون، ملي كيكونوا هذه الحبوب مصاحب مع حبال الأكل